اهلا بنت العم. يا اهلين وسهلين. اهلين ابو عمار. يا اهلين وسهلين. يا اهلين وسهلا. اهلين عمو. اهلين اهلين خديبيات. اكيد هي هي ساره. هي شو كبرانه وحليانه، بس لما كنت صغيره كنت بتشبه كبيران. انا بس حلوه. تفضل تفضل يا اهلين. الله يسلمك يا رب. كيف صحتك؟ تمام تمام الحمد لله. اهلا وسهلا. فادي الله يسلم لك ولادك، طلع الأول على الجامعة، جاب معدل تقول يعني 98.32، قال ما حدا جاب هيك معدل أبدا، وأخذ وراء الدكتوراه. برافو برافو. عمي فادي شو ناوي تشتغل؟ بدي اشتغل بالجامعة، بس مو عاجبته الشغلة. ماما أنا ما قلت مو عاجبني الشغل بالجامعة، بالعكس، بس بشرط ما يكون كل شيء بحياتي. وشو بحب يشتغل فادي الله يسلمه؟ بحب يشتغل بمركز البحوث. حلوة شغلة حلوة. أنا كنت أشتغل بوزارة التموين وكان عنا مركز، بس يعني مو مركز مركز، يعني مخبر مخبر. وما قلت لي فادي إن شاء الله مطولة قعدتك عنا هون؟ لا والله ما كتير، يعني عندي كذا محاضرة بأكثر من فرع بدي أقضيهم وأرجع. ممتاز. مشان هيك نحن جايين على الشام ابن عمي. يا عيني شو هالفادي، شاب محترم ووازن، يعني تقولي هيك صيني نيم من ارتيبرن. ايه حاجتك بقى، ما شفته كل النهار كيف داقي راسه بهاللابتوب، ما عم يتحاكى، ما له شايف حدا؟ ها على اساس انت انظم منه، كل الوقت مع الموبايل. مزبوط، بس انا وقت يجي لعنا حدا بحترمه وباخذ وبعطي معه. وهو واضح انه شاب وازن، يعني ما عنده وقت يضيعه على اللابتوب. وليش كل هالادواسر؟ بعدين شو عرفك شو عم يعمل على اللابتوب؟ بركي قاعد طول النهار على الفيسبوك عم يطحنك مع النسوان. ايه لا الاسرى، يعني كان واضح انه عم يشتغل شغله مهمه على اللابتوب. يا لطيف عليك يا بابا، من طول عمرك هيك، بس حبيت واحد بتطالعه لسابع سما، وبس تكرهه بتنزله لسابع ارض. ليكي ساره انا ما بكره حدا، واضح الشاب انه مهذب حباب حلو وذكي، بعدين حليوه. بابا شو الموضوع؟ لا بدون لف ودوران. شو رايك فادي؟ نانو ناحية؟ يعني هو بيقربنا ابن بنت عمي ومثقف ومتعلم، شو رايك فيه؟ تعرف شو؟ طالما انت هيك حابه وحاسه انه الشاب مناسب، شو رايك انا وياك نروح لعند امه ونطلب ايده منها، يعني على سنة الله ورسوله. يا حبيبتي يلا. بابا أنا نازلة لعند لبنى، بدي اطمن على أمه وأربط معها موعد هي وهمام مشان يروحوا معه على الجامعة. لا تقولي لي إنه هذا اللي شفته على الدرج هو الدكتور فادي محفوظ. هو ما غيره. لك انت بتعرفي من هذا الدكتور فادي محفوظ؟ فادي ابن ام فادي اللي هي بنت عمه لبابا. لك ساره هلا بلا مسخره، الدكتور فادي شغله كثير كبيره، حاطين عنا بلوحه الاعلانات بكل الجامعات انه بكره جاي يلقي محاضره بمدرج الدكتور رضا سعيد. اوف 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 لهالدرجه؟ لا ما والله ما شلته من ارضه انا. حبيبتي هو مصمم برامج مثله مثل جوجل. جوجل جوجل هذا ما غيره؟ ايه مسميه يمكن محرك البحث السوري. ايوه وين موجود هذا على الانترنت؟ لا ما له موجود. ليه؟ ما بعرف، اسألي انت. ما
والله وطلع على آخر هالزمان في بعائلتنا مخترعين وعلماء. شايفة شايفة. هلا سارة بدي أسألك، هذا البرنامج وين بيكون؟ يعني قصدي بيكون بعقله لفادي ولا بيكون على ورق؟ لا بابا، بيكون على اللابتوب عنده. ها يعني بقلب الكمبيوتر في سروة. طيب شلون بيحمله هيك وكأنه شغلة عادية مثل مسبحة أو أي شغلة؟ عادي، شو المشكلة؟ شو لازم يعمل يعني؟ يعني لازم يخبيه، لازم يدير باله عليه. بابا في شيء اسمه كلمة سر، يعني واحد عامل برنامج مثل هاد مستحيل يخلي حدا يقدر يوصل له، يعني بيكون عامل مليون ألف طريقة لحتى يقدر يحافظ عليه، حتى لو ضاع اللابتوب أو انسرق ما حدا رح يقدر يوصل له. أيوة أيوة، بتعرفي بتعرفي ريحتي لي بالي. دوين أي؟ رايح أعمل دولة قهوة وأطلع لعند الفادي، بتعرفي جاي كم يوم وضروري ما نخليه لحالها. سلم لي عليها، وإذا شفت فادي قل له إنه لبنى وهمام حابين يتعرفوا عليه. مو بكره بده يعطيهم محاضرة؟ بلا خلاص، بيتعرفوا على بعض، هو بيتعرف عليه وهم بيتعرفوا عليه. سارة، أنتي ما قلتي لي رأيك بالدكتور فادي؟ والله يا بابا إذا كل هالقد حابه للشاب، خلص أنا برأيي نطلع أنا وياك لعند أمه نطلب إيده على سنة الله ورسوله. يا خلص خلص خلص، أنا الحق علي خلص. فادي هو المال والرسمال الله يخلي لك، وهو الوحيد اللي طالع فيه بهالدنيا بعد المرحوم طبعا. الله يخلي لك يا شب، بياخد العين. شو أبو عمار؟ أنا شايفة في بتمك حكي. لا بنت العم، لا لا ما في شيء. بصراحة يا بنت العم عم يخطر على بالي ليش ما جوزتي لهلا؟ على حد علمي الظروف كلها منيحة وبتسمح. بكير علي. بكير علي شلون؟ يا بنت العم يا بنت العم، لو ما كان متعلم بكير علي، لو عنده جيش ايه بكير عليه، لو ما عنده بيت بكير عليه، بس كل شيء الحمد لله متوفر لحتى تفرحي فيه. بصراحة بنت العم مو حابة تشوف ولاده عم يدوروا حواليكي وعم يقولوا لك تا 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 تا. أنا بصراحة حابب سارة تتجوز وشوف ولاده حوالي يدوروا وينادوا لي دادا 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 دادا. الله يثبت علينا العقل والدين. آمين. يعني بيني وبينك ما ضل غيري اللي بالمشرمحي، أنا بدي أطلب إيد ابنك فادي لبنتي سارة. عن جد عم تحكي ماما ولا عم تمزح؟ والله العظيم عن جد. أخ يا أمي أخ، لو تعرف شو حكى وقديش حكى. مو مهم شو حكى، المهم أنت شايف عاجبك هذا الحديث. وأنا ما بنكر، يعني الفكرة عجبتني كثير. هلا مو شرط سارة، رغم إنه البنت عجبتني كثير، تأخذ لها. بدك نصيحتي خد مشروعك وسافر. شو خطر لك تقلي سافر؟ لأنه هاي المشاريع لبرا مو عنا، يعني أنا ماني مصدق إيمت أتخرج وأطلع، هون ما عنا دراسة سينما، بدي أطلع أكمل برا. فهمت عليك. إذا سافرت بتاخذني معك؟ يلا قضي أغراضك. عن جد؟ إيه؟ بس بصراحة أنا ماني كتير شاطرة بقصص المعلوماتية. إذا حابة حتصيري شاطرة. يعني لازم يكون إيمانك بنفسك حقيقي، وما لازم تقللي من إمكانياتك أبدا، لا بنظر حالك ولا قدام أي حدا. يمكن ما بيهون عليه يعرف انه انا حكيت لك عنه، بس شو اعمل؟ ما في غيرك قدامي لفش له قلبي، لا بقدر سافر ولا بقدر خليه بعيد عني. الحق معك، بعد ما ربيتي وعلمتي طب تاخذ الغربه منك. قل لي شو اعمل؟ يعني
لازم تدبري له شغله تربطه بالبلد. مثل شو؟ اي شغله يحبها. يعني شو بدي اقول لك؟ قلبه وعقله معلقين بشغله وبرامجه. والشغله ما حدا شايلها من ارضه. ما قصدت على الشغل. لك انا قصدت يعني حدا يحبه يلمه عيله تربطه بالبلد. صح. صباح النور. شو عالجامعة؟ ايه نروح سوا؟ يلا تفضلي. صباح الخير. صباح النور. عالجامعة؟ تفضلي يا خانو. شفتي بنتي؟ شفتي كيف رح يتشرطوا حناكة من الضحك هي وطالعة مع هذا المستأجر الجديد؟ بدون ما أشوفها. أنت بتعرف إنه فادي عنده محاضرات. إيه بعرف، بس هذا ما بيعني إن تطق حنك معه ولا بيعني إن تروح معه على الجامعة. طاهر حل عن اختك. شلون؟ مثل ما عم اقول لك، حل عن اختك. ساره الشغله ما بدها تفكير، يعني قلبي حاسسني انه بنت العم رغبانه فيكي لابنها. هي رغبانة فيني ولا أنت عرضتني عليها؟ هلأ إذا بدك تحكي دائماً معي هيك بهالطريقة ما عاد افتح الموضوع. خلص خلص شباك، عم بمزح معك. خلص وقت المزح، هني كلمتين لازم نحكيهم ونوصل لنتيجة. بلا يا بتحكي معي مثل العالم والناس يا أما هذا الموضوع ما بفتحه معك بنوب. أنا ما عم بفهم أنت ليش عصبت؟ لأنك عم تمزحي، وأنا بالنسبة لي القصة ما فيها مزح، هي قصة حياة وموت. شو قلتي؟ عجبك هيك نائلة؟ الشبكة اللي بدنا نشوفها في شي ضايقك؟ بصراحة أنا ما عندي ثقة بحالي، والإيمان بالنفس اللي كنت عم تحكي عنه أنا ما عندي. ليش؟ شو ناقصك؟ أنت بتعرف إنه أمي تشتغل خالي أم طاهر؟ شو بك؟ وعيك تقليلي إنك تخجلي منها؟ صدقني مو بإيدي، أنا بكره حالي لما بخجل من شغلة بالبيوت.
طبعا لازم تستحي من حالك، شو هالحكي هاد؟ فادي انت ما بتعرف شيء، انا من ورا شغل امي واخي انجرحت كرامتي بالبنايه. سارة انا حابب اطمن عليك قبل ما اموت. هلا شو سيره الموت هلا بابا؟ طيب خلص شيلي سيره الموت، انا ماني شايف اي سبب ما تقبلي لفادي. عم تحكي عنه وكانه خطبني 3 مرات وانا عم بتدلع. هلا انت قولي ايه وخلي الباقي علي. شو ناوي تساوي؟ ناوي تقول لهم انه بنتي قاتلي حالها على فادي؟ سارة انا بعرف شلون اتصرف، مالي ولد صغير ولا أنا بايعك. بعدين عم قل لك بنت العم لمحت لي. ايه ما بعرفه شلون بدي اتجوزه. افترضي واحد من هالشباب دق الباب علينا، واحد من الجيران ولا المعارف، دلوا عليكي ولا تعرفتي عليه عن طريقه دل مقصوف الرقبه الفيسبوك، مو هيك الجوازات بتصير؟ بلا علما انه ما عم اقول هلا تتجوزي، معك شهر 2 3 يا 6 سنة إذا شفتي مناسب إليك، منقول الله يقدر لي فيه الخير، إذا لا يا دار ما دخلك شر. والله مو ظابطة، يعني ما عم تزبط معي، فادي فيه 1000 مشكلة. هلا فادي فيه له 100 مشكلة، لك أنا شايف إنه فادي مو هو نفسه، يعني ظروفه وظروفه ما بتناسبنا. بعدين أنا مستصعبة فكرة الجواز كلياتها، منشان ما بعد عنك بتقوم بتقلي رح جوزك وسفرك على حمص. لك انتي قولي ايه؟ قولي لك حمص لحشة حجر. والله عم تهونها كتير سارة، انا شايف انه هالولد يعني شاب له مستقبل، متعلم مهذب وبنت العم مربيته وكل شبر بندر، ما بدي اياكي هيك تفكري بجدية بالموضوع. الله يرضى عليكي عم تفكري؟ خلصتي تفكير؟ مستحيل فكر فيها او وقف عندك. ولك شو انت الدراسه اللي درسناها اذا بدي احكي هيك؟ لك ايه بس همام ما كانت المشكله منه، كانت المشكله من اهله. حتى لو بس همام ماله صغير وهو بيتحمل المسؤوليه. طيب حط حالك محله، امك بتوافق؟ ما بتخيل تقول لا، وحتى اذا قالت لا هذا قراري. بتعرف عم ترجع لي ثقتي بحالي. عن جد؟ الحمد لله. انا مستعده اعمل اي شيء بس فادي ما يسافر. يا بنت العم جربي تفتحي معه الحديث وكانه انا ما لي علاقه فيه، مع انه انا يعني بصراحة ما بيعيبني دور على ابن حلال لبنتي. إلك علي، إذا بيوافق فادي لحط لك سارة بعيوني. الله يخلي لي إياك يا بنت العم، وأنا واثق من كلامك، بس لا أنا ولا أنتي بنرضى نرميهم على بعض بدون ما يتعرفوا على بعض ويتفاهم. شو قصدك؟ قصدي إنه أنتي متحمسة إنه ما يروح ابنك منك، بس كمان يا بنت العم ما نجوزهم هيك بين يوم وليلة. ايه انا بس بخاف انه القصص هي كلها. طبعا انت لازم تخافي وانا لازم خاف، ولو لازم نعطيهم فرصه لحتى يتعرفوا على بعض، يشوفوا بعض، يعرفوا عادات بعض، يمشوا مع بعض، يشموا هوا مع بعض، يقولوا مرحبا. بصراحه بدي اشتغل على حالي اكثر، يعني هيك اتعلم لي كم لغه، سافر، اطلع من الجو اللي انا فيه. كل اللي عم تحكيه بصير، بس بدنا همة، بدنا شغل وشغل حقيقي. فادي خليني اشتغل معك. بس أنا بدي سافر. سمعت هيك شي مبارح بس فكرتك عم تمزح. لا بصراحة ما في شي بالبلد بنزعل عليه. الله يوفقك، بس يعني أول مرة بيكون في حدا بحياتي رفيق حقيقي، ما فيني استغني عنه. بس رفيق؟ لكن شو؟ بدي أكثر من هيك.
شو وينه هذا فادي اللي بدك ياني احكي معه وعم تدفشني دفش عليه؟ ايه ما عم شوفه، ما عم يجي على البيت. شو قصته؟ اتصلي فيه ما بعرف. جربت اتصلت فيه ما رد. ما حلو اتصل فيه اكثر من مره ويقول عني اني انا مدلوقه ومجلوقه، مو حلو بحقي. غريبه، يعني وين عم يروح؟ شو بيعرفني؟ سأل امه. لا يكون هذا عم يدبر سفرة من ورا ظهر أمه. إذا أمه مو عرفانة وينه، أنا بدك يعني أعرف وينه. تعلق فيها. أنا بورجية بدي أمسح فيها الأرض. سارة وين رايحة؟ بدي أنزل شوفها لهالكلبة، بدي أنزل حاكيها. نحن مو خرج بهدلة، هي اسمي ونصيب. شو يعني؟ اترك لي على فادي هيك بالبساطة؟ خلاص باح. نحن مو عاملين بازار على فادي، صحيح كنت متمني يكون عريس إليك، بس مو معناها نفوت بالإيل والقال مشانه، نحن مالنا أولاد شوارع. شو يعني شو عمل؟ اسكت وبلا بتمي وقلنا مبروك عليك فادي، صحتين على قلبك ست لبنى. إيه مبروك عليها، صحتين على قلبها. ما عرفتك وانت عم تحكي هذا الحكي. لك لو هن اجوا طلبوكي مرة ومرتين كنت بعرف شلون اتصرف. هلا هن لمحوا، بس لأنه الحكاية ما بديت هيك ولا صارت بهذا الشكل ما عاد نقدر نحكي فيها، وإلا بصير كرامتنا على المحاك. ليش يا ماما ليش؟ ما بتزبط. شو رح يكون موقفي تجاه ابن العم؟ لحظة خليني افهم، انت ما عندك اعتراض على لبنى بس كل همك ما يزعل ابو عمار؟ انا لبنى كلها مو فارقة معي، انا المهم زعل ابو عمار. مشكلة عمي ابو عمار انا مالي مسؤول عنها، انا لا حكيت معه ولا طلبت منه سارة، انت وياك انتوا عم تفصلوا بدون ما ترجعوا لي. يعني انت مو فارق معك زعله؟ يا ماما اكيد ما بتمنى يزعل، بس هي القصة ما فيها مجاملات. يا سواد وشي منك يا ابو عمار، يا سواد وشي. ماما شوفي امتى بتحبي لحتى نروح نعمل زيارة لاهلها للبنى؟ وسفرك؟ رح أجله. صحيح؟ ماما قلت رح أجله مو ألغي. وابن العم؟ فادي اللي ايه هو. وامتى لحقتي تعرفيه ويعرفك ويصير بده يجي يخطبك؟ يا ماما في شيء اسمه الحب من اول نظرة، انت اكيد بتعرفيه. وحبيتوا بعض كمان؟ وين كنتي عم تشوفي؟ وليش ما قلتي لي من وقت ما؟ يا ماما يا ماما انت بدك العنب ولا بدك تعطي ناطور؟ يكون عم يلعب عليكي. اذا ما اجى من الباب اعملي اللي بدك اياه، بس انطري يومين لبين ما يخبر امه. ايه بدي الناطور. خذي فرمي.
شبك طلع يلا. شو بتقصد من هالحركة؟ سكر البو سكره. شو صار بالصدمة؟ بشو؟ بتتدلل علي؟ قصة السفر هي قررت أجله كم يوم. كم يوم قديش يعني؟ يعني عندي قصة شاغلتني هالكم يوم، بس أخلص بنرجع بنحكي. شو القصة؟ ليش شو كثرة الأسئلة؟ شو القصة تحقيق؟ معك حق، الأسلوب اللي عم بحكي فيه كأنه تحقيق. نحن هدفنا بس يعني إذا محتاج لمساعدة نحن بنساعدك. بتعرف نحن ما بنقصر. في بنت حاببها وبدي أخطبها. حلو كتير، حلو كتير هذا الحكي. ما بيتخبى. شو اسمها؟ مو شغلك. معك حق. طب قديش بدك؟ مليون، مليونين، ثلاثة؟ نحن تحت أمرك. نحن؟ أنتو مين؟ نحن؟ نحن اللي إذا اشتغلت معنا ومشيت صح بنعملك فوق فوق، وبنبغيت هوا بنساويك تحت. اسمع ولا بتروح بتقول لمعلمك فادي ماله غبي وماله حمار، وعرفوا كتير منيح مع مين عم تتعاملوا. هيك هي مصاريك ما ناقصين ولا ليرة. استنى، أم طاهر طلعي لعندي شوي على البيت عاوزتك. وبتفوتي على المطبخ بتجلي كل الجليات وبعدين بترجعي لعندي لهون على الغرفة بتنظفيها تنظيفة مرتبة، عم تفهمي؟ وبعدين بقلك شو بتعملي بالصالون. بس ما في بالعادة تطلبوا مني شغل البيت. والله ما كان في بالعادة وهلأ صار في بالعادة. من اليوم ورايح رح تصير تشتغلي عنا هون بالبيت، وقد ما بيعطوكي أهل البناية نحن بنعطيكي. وجيبي بنتك لبنى هي تشتغل معك هون. سارة شو عم تحكي مع أم طاهر؟ ولا شي، كنت عم قلها لخالي أم طاهر إذا بتساعدني بشغل البيت. تكرم عينك ست سارة، أنا بخدمتك. يعطيك العافية يا أم طاهر، ما بدنا منك شيء. بتعرف عم فكر اجل الموعد لبكره، يعني هيك حاسستك مالك كثير مشتاق لي. لبنى ليه عم تتغلظي علي؟ اشتقت لك انا. انا كمان. يلا انا ما بطول عليك. قديش بدك لتوصلي؟ يعني شي ساعه زمان. معك 3 دقائق، غير هيك رح امشي. نعمه لهالدرجه ما لي فارقه معك؟ لو فارق معك أنا كنت إجيتي قبل المواعيد. معك حق، أنا آسفة. طب وأنا كمان اشتقت لك. اكتبوني فادي فادي فادي. لبنى لبنى فادي 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 فادي. شو عم تعمل فادي؟
ما بقدر إلا غير اللي شفته. طيب تقدر توصف لي شكل الخاطفي؟ يعني القصة صارت بسرعة بلمح البصر، كانوا حاطينها بالسيارة وهربانين. للحظة أنا ما استوعبت شو عم بيصير ولا حتى انتبهت على وجوههم. مين بتتوقع يكون الخاطف؟ ما بعرف. بقصد إنه لبنى إذا كانت على علاقة مع حدا وهذا الحدا عارف إنه مخطوبة إلك، ممكن يكون خطفها لينتقم منها. ما بتخيل. نحن بحالة خطف وكل دقيقة بتمر مو لصالح لبنى. إذا في عندك شيء احكيه ولا تخبيه. لبنى كانت على علاقة مع شاب من أهل البناية، بس مستحيل هو يعمل هيك عملة، أنا متأكد. كتير جرائم سببها الحب والغيرة، ومن ناس كنا مفكرينهم ملائكة. إيه مزبوط، بس علاقتهم انتهت من زمان، حتى هنن هلأ رفقات. ممكن يكون حكيك صح لوقت ظهرت أنت بحياة لبنى. بجوز ظهورك بحياة لبنى بجوز يكون فيق عنده مشاعر حب والغيرة، لهيك قرر ينتقم منها. صدقني يا سيادة الرائد، القصة مو هيك، مستحيل يكون هو عاملها، اللي خطفوها محترفين. وشو عرفك انهم محترفين؟ يعني الطريقة اللي خطفوا فيها لبنى بتقول انهم محترفين، مو معقول شاب يكون غيران يروح يجيب رفقاته ويعمل هيك. فادي، مين هو الشاب؟ اسمه همام. ياسي المساعد، والله حرام عليك، كل ما صار شيء بالبناية بتقولوا أخذت أمي. شو علاقة أمي بخطف لبنى؟ بس فهموني، الله يرضى عليك. والله كنت بالجامعة، والله. هو سؤال وجواب، بدك تعرف الحقنا على المخبر. كأنه كان لازم نتدخل. شو طالع بإيدنا يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلصنا بقى الظهر، حاش تبكي ولا حرقتي قلبنا؟ يا حبيبتي دقيلة دقيلة رح ترجع بالسلامة. يا رب رح أتصل بسلمى خبر أمي. لا اترك أختك معانا. لبنى انخطفت وسلمى ما تعرف. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم بس لنفهم شو عم بيصير. شو ما كان عم بيصير هما ما إلو علاقة، شو ما عدنا نعرف بعض. لكن مين بده يكون؟ وليش لحتى وحدة مثل لبنى في الخطير؟ أولاد الحرام كتار يا ميس، بس أنا من رأي شادي همام ما له علاقة. أنا رايحة أرجع المخفأ. لا 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 لك وين رايحين؟ روحتكم لهونيك ما له طعم ابنه، قعدتوا ثلاث ساعات بالمخفأ وما طلع منا شيء، والرائد قالكم أي شيء بيصير بيخبركم دغري. يا ربي يا ربي ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي دغيلك يا رب يا ربي. يا ربي شو بيثبت لي هذا الكلام؟ انا الله وكيلك كنت بالكليه مع رفقاتي. يا رفقاتي دقوا لهم سالوهم، هن كانوا معي وانا بالعلامه كنت عم بحكي لهم عن حكيت فيلم بدي اعمله انا، يعني والله كانوا معي. شو سيد همام؟ ليش خايف؟ يعني بعدنا ما اتهمناك بشيء. شو ليش خايف؟ ليش جايبيني لهون؟ لا بدنا نسالك كام سؤال وبعدين بتحمل حالك وبتروح. شو بتحب نشربك؟ في هوت شوكليت؟ نعم. أهلاً أمو. تفضل تفضل. يعني منقدر نروح على البيت سيادة الرائد؟ بالتأكيد أبو حازم. طيب شكراً لكم، يعطيكم ألف عافية. شرفتوا. شكراً سيادة الرائد. أهلاً وسهلاً.
احترامي سيدي. سيدي مشان قضية البنت المخطوفة لبنى بدي إذن من حضرتك مشان اتواصل مع قيادة الشرطة بحمص. مبدئيا ما في شيء سيدي. مجرد بس بدي أعرف معلومات عن الشاب. نعم هو اللي بلغ على الحادثة سيدي. فادي محفوظ. أمرك سيدي. أمرك سيدي احترامي. يا لطيف على القصة، مو معقولة يا القصة، مو معقول يخطفوا هالبنت المعترة. إن شاء الله الشرطة تلاقيهم. إن شاء الله يا رب. دخلك هالجماعة إلهم أعداء. مين قال لك إلهم أعداء؟ أم طاهر وولادها من خيرة الناس، جماعة معترين وعلى باب الله. يعني القصة لو فيها قتيل ما بيخطفوا بنت صبية. ما معقول. وين سارة؟ لوين؟ راجعة مالي مطولة. فادي قوم خليك معه. طول بالك يا ابن العم. شو هالدكتور فادي؟ شو هالبرامج اللي عم صممها؟ معقول في عنا ناس بالبلد هيك وأنا ما بعرف فيها؟ والله معهم حق يحاولوا يشتروه. عم يتصل فيك أخوك، ليش ما عم بترد عليه؟ والله انقهرت عليها من قلبي. لا تحكي عليها كأنها ما حترجع. حبيبي طيب بابا طيب، خلاص مثل ما بدك. ديري بالك على حالك. الله معك. سارة رح تنام عند بيت ام طاهر. وفادي وينه؟ فادي كمان رح يكون عند بيت ام طاهر. وانت؟ انا رح احاول روح لعند بيت ام طاهر. وانا؟ بتسألي كثير يا بنت العم. ايه لبنى؟ لهلا لساتك عم تتصرف بذكاء. وين لبنى؟ وحياتك ما رح نخلي حدا يدق شعرة من راسها. نحن ما بيهون علينا زعلك. لك نخلي لبنى ترجع على البيت؟ ما بقدر. في عندك شيء بدي اياه؟ حاعطيك البرنامج بس خلي لبنى ترجع على البيت. فادي انا محاكيك كصديق. القصة اكبر من برنامج. اللي شو بدك؟ بدي اياك تسافر.
لك شو عم تحكي انت ولبنى؟ لبنى رح نسفرها قبلك، بتلاقيها عم تستناك برا. واذا قلت لك لا؟ انت اذكى من هيك، والدليل انك ما جبت سيرتنا قدام الشرطه. معك كم ساعه تفكر، بس تعتمد بعد لي على الايميل ببعث لك التفاصيل، والسيم تبع هذا الخط رح اكسرها. ولك نديم اسمعني، الو نديم، شكرا دكتور، شكرا. لولاك ما وصلنا للمعلومات المهمه اللي بدنا اياها. الف شكر، عذبناك معنا دكتور. شكرا شكرا، الله معك. احترامي سيدي، سيدي تواصلت مع عميد كليه المعلوماتيه واعطاني معلومات كثير مهمه. احترامي سيدي، سيدي إذا فيني أخذ من وقتكم 5 دقائق بس. نعم سيدي، بخصوص البنت المخطوفة لبنى. أمرك سيدي، جاي لعندك فورا. أمرك. ماما نحن لازم نسافر. شبنا رجعت لقصة السفر وبهالظروف؟ لك يا ابني ما بدنا نعرف شو رح يصير بهالبنت المخطوفة. يا ماما انت ما بتعرفي شيء، مشان الله قلي شو بدي اعرف. كلي لازم تعرفي انه نحن لازم نسافر، غير هيك ما فيني قلك. شو القصة صير؟ بعدين شو شايفني بنت صغيرة بتحركها كيف ما بدك؟ يا ماما مشان الله شو هذا الحكي؟ طب قلي شو صاير؟ لازم نسافر، إذا ما بدك تسافري أنا رح سافر لحالي. دكتور فيني أعرف مع مين كنت عم تحكي مبارح؟ عفوا؟ أنت شو دخلك؟ قلبي حاسسني إنه القصة لها علاقة بخطف أختي. أنا بدي أخطف لبنان؟
ما بعرف. انت ادرى. ولك يا فهمان، انا كنت بدي اخطبها مو اخطفها. اخطبها؟ طاهر فادي ما عم يكذب عليك، انا وبابا كمان بنعرف انه هو واهله كانوا بدهم يزوروك. طاهر تقبل مني هالوعد؟ شو ما صار وشو ما كلفت القصة لبنى رح ترجع، بس أعطيني شوية وقت. معناتها أنت بتعرف وينها وبتعرف مين خاطفها؟ لو بعرف وين ما كنت سكتت لهلا. بس بتعرف مين؟ بهجت، جهز دورية على السريع، بدنا نطلع على بيت ماجد فورا. سيدي طمني، ان شاء الله عرفتوا عنا شيء. عن قريب ان شاء الله، عن قريب. سيدي شو رح تعرفوا عنا عن قريب؟ يا ام طاهر بدي اياكي تطولي بالك، صدقيني عم نعمل كل جهدنا. سيادة الرائد. انا عندي معلومات بدي اقول لك اياها. بالك طولي بالي، خلينا نفهم من سيادة الرائد شو الحكاية، خلينا نفهمها يا بنت العم. نحن لهلا مانا متهمين فادي بخطفها، بس ضروري نشوفه ونفهم منه. يا سيادة الرائد، ابني بحبها للبنى وبده يخطبها ويتجوز. بعرف بعرف بعرف، ام طاهر حكت لي وفهمت انه فادي بحبها للبنى، لهيك نحن مانا متهمينه بخطفها، بس بشكل او باخر فادي له علاقة بالقصة. لا ابني ما له علاقة، ابنهم ما له علاقة. ألو، جاي فورا. أهلا وسهلا، شكرا لك إنك إجيت ووفرت علينا وعلى حالك وقت وجهد مالهم طعمة. طبعا في شغلات كتير كنا ما بنعرفها وبفضلك عرفناها دكتور. على فكرة نديم شغلته كتير كبيرة، يعني في ناس عم يشغلوه ويدعموه برات البلد وجواتها. انتظر كام يوم ولح تسمع اخبار كثير بتسرك. ايه بس شو مشان لبنى؟ لبنى بالحفظ والصوم، اتركها علينا. طيب فيني روح؟ دكتور البلد لسه بخير. على فكره نحن متابعينك ومتابعين اتصالاتك وتليفوناتك وايميلاتك. وهلا لازم نروح انا وياك مشوار. في جماعة فوق حابين يسلموا عليك ويتشكروا على اللي قدمته للبلد. مشرف. يا
أمي. الله يخلي لي إياكي، فوتي ارتاحي، والله وقفتك هون لا تقدم ولا تأخر. سيدي، جميع أفراد العصابة صاروا عنا، والبنت المخطوفة صارت ببيت أهلها. الله يبارك فيك سيدي، بتوجيهاتكم سيدي. الله معكم. احترامي سيدي، احترامي. تفنوا ان شاء الله. يلا عبالك يا طاهر. الله يبارك فيك يا حازم. الله يبارك فيك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.